هذه الأجواء كما تشوفوا فيها في المباشر من شارع الحبيب بورقيبة. كما كنا غطينا في نسمة مظاهرة الشرعية لحركة النهضة كما قاعدين نغطيه حاليا في المسيرات الكبرى هذه. ملاك اليزيد معنا في المباشر من شارع الحبيب بورقيبة. تفضل ملاك. عسلمة حمزة ومرحبا بيك ومرحبا بكل يتابعوا فينا على قناة نسمة. كما قاعدين تشوفوا كما قاعدين تتابعوا احنا موجودين في شارع الحبيب بورقيبة. تابعنا المسيرة اللي تنادي بشكون قتل شكري بالعيد اللي انطلقت من ساحة محمد علي. المسيرة هذه لتوا مازالت متواصلة، كانت الانطلاقة الفعلية باش تكون مع مضي ساعتين لكن انطلقت مع مضي ساعة ونص. قبل المسيرة كنا رافقنا الوفد من البرلمان الأوروبي اللي كان زار قبر شهيد شكري بالعيد. كما قاعدين نشوفوا المسيرة سلمية، ترفعت بها فيها برشا شعارات غضب كبير من الأداء الحكومي، ثم بعض الشعارات الغاضبة من تعيين علي العريض، أيضا ثم شعارات تنادي بمعرفت شكون اللي كان وراء اغتيال شهيد شكري بالعيد. توا كما قاعدين تشوفوا حبيت نأكد لكم اللي ثم أعوان الأمن واقفين أمام مقر وزارة الداخلية، المتظاهرين على يساري. مسيرة سلمية لحد الآن، ما صارتش حتى مشاكل، شعارات مطالب يناديوا بها المتظاهرين اللي قلت لكم بالاساس هما يطالبوا بمعرفه شكون كان وراء اغتيال شكري بالعيد. مازالت المسيره متواصله، ما نعرفوش الوقت. برشا ناس شاركت في المسيره هذه، برشا اكدونا اللي صحيح الاتحاد العام التونسي للشغل والجبهه الشعبيه ما كانوش من منظمين المسيره لكن كانت عفويه بالاساس شاركوا فيها. هذه هي أجواء المباشر. شكرا لك ملك اليزيد في المباشر من شارع الحبيب بورقيبة.